أوقاتكم مشاهدين الكرام. في تاريخ السينما المغربية تستوقفنا مجموعة من المفارقات والإشكاليات تحول دون تحقيق طفرة فنية وثقافية. من هذا المنطلق إذن يمكننا أن نتساءل إلى أي حد حققت الإنتاجات السينمائية الوطنية التطلعات المأمولة والأهداف المنشودة من هذا القطاع؟ هل للإبداع وجود في المشهد السينمائي المغربي؟ وهل القيمة الإبداعية للأعمال الفنية هي المعيار الوحيد لما يحققه الممثل من شهرة؟ هذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها اليوم رفقة الممثل المتميز محسن مالزي، له العديد من الأعمال التلفزية المسرحية والسينمائية، حائز مؤخرا على جائزة أحسن ممثل في الدورة 19 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وجائزة أفضل ممثل جماهيري وأفضل ممثل درامي مغربي باستفتاء عربي لمجلة سيدتي العربية. سي محسن، مرحبا بك معنا وشكرا لقبولك الاستضافة، نورتنا. شكرا لك. ربما بشكل مباشر محسن، واش اليوم الأعمال والإنتاجات السينمائية المغربية استطاعت أنها تفرض نفسها بقوة على المشاهد والمتلقي المغربي؟ أولا شكرا على هذه الدعوة الجميلة. بالنسبة للسؤال ديالك، يعني الآن احنا كنشوفوا كاين تطور يعني في المجال الفني بصفة عامة، وخصوصا في المشهد السينمائي والدرامي والمسرحي كذلك. يعني ولينا كنشوفوا كاين مجموعه من التجارب اللي جديده، كاين طاقات اللي جديده، وكاين كذلك كاين امكانيات تقنيه كذلك هي اللي كتساهم في ان المستوى ديال الفن بصفه عامه يستمر. وكنظن ان هذه المرحله هذه هي المرحله اللي مهمه بزاف، لان الفن اصبح يعني بحال حيد من ديك المرحله ديال الصدفه وديال التجريب، وانتقل لواحد الوعي وواحد النضج. ولينا كنشوفوا يعني مسلسلات، ولا خصوصا انا كنهضر على المسرح، ديما كنجبد تجربه المسرح لانها تجربه اللي كتغني الميدان. ولان البدايات الاولى ديال التجارب الفنيه كان المسرح، كانت فتره الهوات في السبعينات اللي كانت عطاتنا تجارب اللي مهمه جدا. ومن بعد كان واحد الفراغ فني. الان حنا في مرحله اللي بالنسبه لي مشعه، لانه في حين سمح لي محسن، في حين اليوم اذا سولنا الناس اللي يعني واحد الفئه من الناس كيقول لك لا، حنا ما كنتفرجوا شيء في المنتوج المغربي، حنا كنقتصروا على الافلام والمنتوج الاجنبي حيت كنستافدوا. واش ما كايناش استفاده اليوم في الانتاجات والاعمال المغربيه؟ انا الان نقدر نقول لك ما كنظنش باللي المشاهد المغربي ما كيستافدش من، لانه هاد الفكره اللي قلت فعلا جبتها من انطباعات والملاحظات ديال الناس، ديال الجمهور المغربي بصفه عامه. لان كاين ولا هذا الانخراط ديال الفنانه في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ولا تواصل مع الجمهور. بصح كنشوفوا باللي الناس عندهم تعطش وباغيين يشوفوا المنتوجات المغربيه، وخصنا نعرفوا بان المشاهد المغربي يعني يقدر يخلي اي منتوج واحد اخر ويتفرج في المنتوج ديالو المغربي. اذا لقى فيه واحد الابداع، يعني فاش نتكلموا على ابداع فهو هذا الخروج من المالوف ربما باضافات او بشكل يعني فيه واحد الجماليه، واحد التناسق، واحد الحرفيه. واش اليوم عندنا ابداع في الانتاجات؟ انا كنظن انا اليوم لانه ولاو شباب، طاقه شابه اللي مشات قرات بصح، يعني تكون كاين تكوين. نعم. ولا احتكاك ما بين الناس اللي عندهم تجربه يعني اللي دازوا قبل منا، واللي التجربه ديالهم بصح مفيده بالنسبه لنا، لانهم ناضلوا وعطاو بزاف الاشياء. دابا كاينين شباب اللي مشاو تكونوا سواء على برا سواء في المغرب، وإلا جيتي دير واحد الاحصاء بصح كاين تطور، ولاو الناس كيشوفوا واحد المستوى، يعني ولاو مسلسلات على المستوى التقني، على المستوى يعني ديال الاداء ديال الممثلين، على مستوى الاخراج، يعني كاع المستويات الفنيه. نعم. كاين واحد القيمه اللي كبيره، ولاو قصص
كذلك اللي كانت تقيس الجمهور. نعم. واللي كتهضر عليه بصفه عامه وعلى مستوى السيناريو، على مستوى الفكره، على مستوى الحوار. لانه سمح لي محسن، كاينوا اليوم كنشوفوا في الواجهه الممثل. نعم. في حين كاينين بزاف لي زاكتور اللي كيخدموا على واحد لوفغ ارتستيك، منهم صاحب الفكره، الحوار، راه غتعرف احسن من شحال هذا. كانت هذه الفكره ديال كانوا بزاف ديال الا بغيت نسميهم كليشي، هذه كليشي على مثلا جبتي السيناريو، جبتي كاين شحال هذا كنا كنقولوا ما عندناش ثقافه سينمائيه ولا ما عندناش ثقافه فنيه. انا دابا تنقول باللي كاينه ثقافه. الناس ولاو كيوعاو، لان ملي كيوعى الناس اللي في المجال وكيعرفوا شنو كيديروا. دابا دزنا من مرحله التجريب لمرحله الصدفه، الناس ولاو كيعارفين شنو كيديروا. ولينا كنشوفوا السيناريوهات اللي كتطور من طبيعه الحال. ما نقدرش نقول لك باللي راه وصلنا، ولكن مازال كاين ما يدار، غاديين في الطريق الصحيح. وهذه المرحله هذه هي مرحله صحيه ومرحله مفيده. طيب، وحنا كنتكلموا على السيناريو، في نظرك اشنو هو الدور اللي كيلعبوا اليوم الفن بصفه عامه وعلى وجه الخصوص السينما باش تعالج الظواهر الاجتماعيه؟ نعطيو على سبيل المثال مثلا الهجره اللي اليوم حدث، كيشكل واحد الجدل اليوم. كيفاش يمكن مثلا السينما تعالج هذا الحدث؟ كنظن بلي هذا هو الدور ديال السينما او الفن بصفه عامه. وكاين مواضيع بزاف اللي كتعالجها سواء التلفزه المغربيه، لانه التلفزه كتعالج مواضيع مي بواحد بواحد ماشي سطحيه، ولكن بواحد الطريقه اللي خفيفه اللي يقدروا الناس يتجاوبوا معها اكثر. على عكس السينما اللي كتمشي فيما هو اعمق في معالجه المواضيع، ولا المسرح اللي اعمق من ذلك، لانه هو اللي كيعطي ديك أبو الفنون ولا هو اللي كيعطي الركائز الاساسيه ديال الاداء بصفه عامه او ديال الفن. وكنظن باللي كاينين مواضيع، كاين التلفزه كتعالج بزاف ديال المواضيع اللي كتهتم بالمجتمع وكتهتم بالفرد. حنا في تطور بطبيعه الحال، حيت ملي كثر حنا دابا نقدر نقول لك من هنا لقدام نقدروا نوليو في الصناعه. حنا غاديين في هذا غاديين في هذا المسار هذا، ومن هنا لقدام غادي يتطوروا بزاف. نتمنى تكون صناعه باش نعطيو واحد المنتوج رقاب الذوق ديال المتلقي المغربي. مزيان، هذه حاجه صحيه كيف ما قلتي. اليوم ربما نمروا لسؤال اخر. اليوم كنشوفوا مثلا الادوار ديالك محسن، ناخذوا مثلا الدور ديالك في دار الغزلان، نيه، حشمان، ودور ديالك في الوجه الاخر كرئيس تحرير، صحفي، ادوار مختلفه تماما، دور ما كيشبه دور هذا. السؤال ديالي، واش جاب صدفة ولا خدمتي كانت واحد لا سيليكسيون، كان واحد لو تري باش ما تسقطش في ما يسمى بداء النمطية؟ انا كنظن باللي اهم حاجة يقدر يقوم بها الممثل هو ما يتكررش، يدير اعمال اللي ما كتشبهش لبعضياتها. لانه الا جينا نديروا غير واحد الملاحظه، الناس ما كيتشابهوش، كل واحد مختلف على الاخر. كنظن باللي الممثل من الاحسن او من الافضل انه يقلب كل مره، يكون صفحه بيضاء اللي يقدر يكتب عليها من جديد. هذا جميل، وانما كيف المسؤوليه واش ديال الممثل واش ديال ربما المخرج؟ كل شيء مسؤول. لان اليوم مثلا انا كنتفرجت انا بحال الناس، كنشوف مثلا كاينين ممثلين عندهم واحد لا فورم ولا واحد لا طاي، مثلا شي رقيق او لا عندهم واحد لا طاي بريسيز، وكنتكلموا كنعيطوا مثلا الممثل دائما في ذاك الدور. هاد الممثل مثلا ما يخدمش او لا شنو كان هذا الدور ديال الممثل وديال المخرج كذلك؟ ديال المخرج ممكن كذلك. المخرج والممثل بجوجهم خاصهم يتعاونوا على هذا الداء اللي سميتيه انت النمطيه. وكاينين طرق، كاينين طرق باش ما نتعاودوش. اي دور الا جينا نتعاملوا معاه هو ونشوفوا شنو بغى، شنو خاصو، كاين الجانب النفسي ديالو، كاين الجانب الفيزيولوجي،
كنظن ان الممثل خاصو يمشي في البحث، يعني البحث ضروري، وانه يعطي الوقت للدور انه يفكر فيه وانه يوجده. كاينين واحد كاين بزاف ديال المعايير اللي خليونا لكم، بحال مثلا اي دور عنده لغه خاصه ديالو، كيفاش كيهضر، اش من طبقه هو، سميتو النبره الصوتيه ديالو، او طبعا. وانت كتكلم لنا محسن على البحث، يعني مثلا كتوصل بالسيناريو، كيفاش كتعامل معاه، كيفاش كتبدع مثلا كممثل في السيناريو؟ انا كنقول لك هذا الشيء اللي كنقول تقريبا انا كنديره، يعني خاص واحد المجال ديال الشغل ديال الممثل بوحده قبل ما انا مع الممثل اللي تيكون موجود، ماشي يجي عادي يكتشف. يعني كيف قلت لك كاين لغه، كاين نبره، كاين جانب نفسي، كاين كذلك، وهذا شيء مهم، كاين مسائل اللي ما يقدرش يقوم بهم واحد الشخصيه. يعني الا كنتي استاذ عندك واحد لونغاج اللي تقدر تهضر به، واحد الطريقه في التعامل، ما يمكنش تكون عندك طريقه ديال واحد اخر واخا تعجبك هذيك الطريقه. غالبا الممثل كيف تنقولوا حنا يقدر يربي لك بدا على شي حاجه، يبغي شي هضره يقولها ولا شي طريقه معينه، ولكن خاصني ديما نكون في التساؤل مع راسي ونشوف نشوف الشخصيه شنو كيخصها. وكاين شيء ايضا مهم هو بحل الحياه، اي مشهد ولا اي حاله مجتمعيه، مثلا في الصباح تلاقيت مع شي واحد، اشنو هو لو كونفلي ولا شنو هو الاساس في هذيك اللحظه، واش انا مقلق، واش انا فرحان، واش يعني نتعامل مع الاشياء بشويه بشويه وبخطوه خطوه، وما تكونش عندي ديك الفكره اللي عامه على الشخصيات، تكون لان الشخصيات ما يمكنش تكون كلها بحال نعم الشخصيات كتستنبطها بالحياه اليوميه ديالك، خاص الملاحظه كذلك، خاص دراسه ديال شنو هو المجتمع ديالنا اللي كنعيشوا فيه. الممثل خاص يكون اكبر ملاحظ، كيعرف جميع يعني المهام وجميع المهن وكيفاش كيتصرف هذا وكيفاش كيتصرف هذا، الحركات، النبره الصوتيه، بزاف ديال الاشياء اللي تقدر تساعده في الشغل ديالو. طيب الممثل اليوم في نظرك محسن، واش مهنة التمثيل يمكن لها أنها تمتهن كمهنة بوحدها، أو لا محتاجة دائما كتستوجب واحد المهنة مرافقة، ربما مهنة في يعني في واحد العمل قار في قطاع العام مثلا؟ كنظن أن التمثيل الآن مهنة اللي تقدر تشتغل عليها بوحدها، مع العلم أن اي انسان يعني يقدر يدير بزاف ديال الاشياء اخرين، اي انسان في اي مجال يقدر يدير اشتغالات اخرين، هذا كيبقى كل واحد كيفاش ظروفه، كيفاش التكوين ديالو، شنو كيعرف يدير. مي كنظن باللي التمثيل هو مهنه قائمه بذاتها واللي تقدر تخليك تعيش في المغرب. طيب محسن، كخريج لزادك المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي تخصص التمثيل، واش مهنة التمثيل في نظرك كتستوجب بالضرورة تكوين؟ يعني هل الهواية وحدها تكفي أو لا تكفي؟ كنظن أننا في واحد الفترة ديال التكوين، دابا التكوين متاح، يعني أي إنسان بغى يتكون وعنده الإمكانيات يعني ديال التكوين وعنده الرغبة أنه يتكون يقدر يتكون، يعني كل شيء كاين. شحال هذا نقدروا نهضروا باللي ما كانتش الفرصه ان الناس تكون الموهبه شي حاجه اللي عظيمه بزاف، لانها هي استعداد فطري كتخليك مرتبط بالمخيله، بالابداع الداخلي، بزاف الاشياء اللي تقدر تعطيك شي انجاز غير متوقع في الغالب. مي كنظن باللي خاصها تكوين باش تولي اكثر ملائمه وتوصل لواحد المستوى من النضج، واحد المستوى من الوعي. ما كنقولش بلي الموهبه بوحدها ما كافياش ولا التكوين بوحده ما كافيش، ولكن كل واحد على حسب الظروف ديالو. كاين اللي عنده موهبه اللي مع الوقت صقلها ومع التجربه انها والتكوين حتى هو مهم، لانه كيخليك تعرف، يعطيك قواعد ومهارات واليات اللي تقدر تشتغل بها، كيفتح لك عاوتاني افق على تاريخ الفن وتاريخ المسرح وتاريخ المدارس والتيارات الاخرى. مي هذا الاحتكاك بين الشباب ديال دابا وبين الناس اللي سبقونا شحال هذا شي حاجه اللي زوينه. يعني كاينين الناس في حد ذاته تكوين، في حد ذاته تكوين، وكاينين الناس اللي موهوبين وطوروا التجربه ديالهم وعطاو
تجارب واعمال اللي مهمه جدا. غير واحد الحاجه اللي بغيت نقولها، ان التكوين الى ما كانش ما خصوش يشكل عقده. هذه فكره اللي مهمه جدا وخاصنا نتفادوها وخاصنا نتجاوزوها، لانه ما بقاش مشكل. كل واحد والظروف ديالو، كل واحد يعني مدى بينا يكون تكوين ما كان شيء، راه الموهبه حتى هي اساسيه، ممكن نعطيوهم مفاتيح ادوات باش كاين تجربه، كاين احتكاك، كاين ناس كيمشيو يديروا ورشات على برا ويتكونوا، كاين راه غير الحياه راه تكوين. نعم، في هذا الاطار، واش اليوم كل ممثل مشهور هو ناجح؟ يعني واش النجاح رهين بشهرة الممثل؟ ما كنظنش بلي النجاح رهين بالشهرة، لأن الشهرة شيء والنجاح شيء في نظري. نقدر نكون غلط طبعا. الشهرة تقدر تعطيك واحد الربح مادي أو انتشار، أو وتقدر تشهر بحاجة اللي مزيان، بعمل اللي في المستوى، وتقدر تشهر بعمل اللي ماشي في المستوى. اكيد أحسن. اليوم مثلا كنشوفوا، اسمح لي، كنشوفوا مثلا الشهره باش كتجي، كاينين طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، وكتجي اكثر بتقاسم الممثل الحياه الشخصيه ديالو. حنا دابا في عصر الشهره، ولا في عالم ديال الشهره، يعني اي حاجه تقدر تشهر بكل بساطه، وكل واحد كيفاش بغى، ولا كل واحد واش كيفكر في الشهره ولا كيفكر في شي حاجه اخرى. مي كنظن النجاح هو القيمه الجماليه والفنيه والانسانيه ديال العمل. اشنو كتعطي، اشنو كتقاسم مع الجمهور، شنو هي المسؤوليات ديالك انت كفنان اللي كتفكر فيها من طبيعه الحال، اللي جايه منك وجايه ايضا من الاستماع لشنو كيبغي الجمهور، او شنو هما الظروف ديالنا، شنو هما الحوايج اللي كيقيسونا اكثر. كنظن ان النجاح هو هذا، هو اتقان ربما الدور، اتقان المهمه ديال او ايصال الاشياء اللي يعني رايي، شنو هو رايك مثلا في ظاهره معينه. او ربما اليوم محسن كيشوفوك الناس اكثر في اعمال وطنيه، في حين عندك اعمال اجنبيه اخرى، ده ممكن تقربنا اكثر من هالتجارب. انا كنعتبر راسي محظوظ، لانه من المعهد عشت بزاف ديال التجارب مع ناس اللي كانوا كيجيونا من مختلف البلدان في العالم. وهاد التجارب هادو بصح عطاوني بزاف ديال الاشياء، خلاوني نفتح على طرق اشتغال مختلفه. نعم، وما الفرق مثلا في ظروف الاشتغال في المغرب مثلا وفي اعمال اجنبيه، من تقنيات، من فريق عمل، من يعني ظروف الاشتغال؟ من طبيعه الحال كاين فرق، لانه كل بلاد ولا كل مجتمع عنده كون اشياء وكون طرق ديال الاشتغال. مع ناس اخرين اللي متمكنين اكثر، الا بغيت نقول، وهذا شيء اللي مهم لينا حنا كفنانه اللي في واحد البلاد اللي مازال مبتدئ في المجال، يعني كتشوف كيفاش الطرق الاحترافيه، يعني كيفاش تخدم بطريقه يعني في التعامل مع التقنيات، ولا التعامل مع كيفاش كتخدم على الدور ديالك. كذلك اشياء اللي عندهم مهمه هي التعامل مع الوقت، وهما ناس اللي كيخدموا في الراحه، يعني كيعطيو وقت اكثر للاشتغال وكيخليوك تبدا اكثر، يعني ما كيضيعوش، كيخليو بزاف د الحوايج، وكاين واحد التواصل، وكاين يعني كتلقى راسك كتخدم باريحيه اكثر. كاين نظام اكثر وكاين نظام اخر يعني مختلف علينا حنايا، وهذا هو يعني هذا هو الاختلاف اللي كاين. اهم هذا هو الاهم، التفاعل، ربما لا كورديناسيون بين هاد العناصر. اليوم مثلا كنشوفك كما كنشوفك في اعمال تلفزيه سينمائيه يعني مسرحيه، ما الفرق بين التلفزه المسرح السينما؟ يعني من تقنيات ربما، شنو الفرق وشنو كتفضل اكثر؟ انا التكوين ديالي هو في المسرح. المسرح بالنسبة لي هو الأساس، هو الأعمدة، هو
أعمق أكثر في الاشتغال اللي كيخليك تمشي بعيد في تناول المواضيع ولا في تعدد أنماط العمل ولا الأساليب ديال اللي هي متعددة بزاف. كيفاش تشتغل على الدور؟ كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدر تخدم على نفس الدور، يعني يبان هنا في شكل وهنا في شكل وهنا في شكل وهو نفس الدور، يعني كيفاش والفرق. يعني كاين العمل في السينما حتى هو يعني في طريقة الأداء كتكون مختلفة، لأنه كيعتمد على واحد التركيز أكثر وواحد الاقتصاد في الحركة، ولا لأن عندك آليات كتشتغل بها، ماشي بحال المسرح اللي كتدير حركات كبيرة أو يعني ملامح أكبر. في السينما كاين الكاميرا، كاين الصوت اللي كيكون أقرب، يعني هذا هو الاختلاف. في التلفزة كتشتغل على يعني ماشي نقول بسطحية، ولكن الطريقة اللي خفيفة اللي تقدر توصل للجمهور حتى للدار عنده، يعني وواحد الخفة اللي يقدر يتقبلها ويتواصل معها، ولأنك تمشي لكاع الناس وجميع الطبقات وجميع جميع يعني الأشكال ديال الناس. يعني ربما الاكزرسيس والتمرين الأصعب هو المسرح، يعني تيكون داك الكونتاكت مع الآخر أكثر مع الناس. ما عندكش فرصة في المسرح، ما عندكش فرصة في الغلط، يعني كل شيء كيكون باين. إلا 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 غلطتي ولا ما خصكش تبين الغلط ديالك، يعني خصك تستمر. في التلفزة والسينما تقدر تغلط وتوقف عاد تستمر. كل واحد فيهم صراحة عنده تقنيات خاصة، عنده تقنيات خاصة، وكل واحد فيهم عنده لو شارم ديالو. اليوم محسن كنشوفوا واحد لو موفمون ديال الهجرة، يعني كاينين فنانين تيفضلوا يشتغلوا في بلدان متعددة أجنبية، ومؤخرا شفنا فنانين أو لواحد المجموعة من الفنانين اللي يعني بحثوا أو قرروا يكون عندهم واحد العمل قار ممكن في الإمارات. في نظرك واش هاد الفنانين مشاو مثلا بحثا عن تجربة في على برا مثلا، أو لا كان أكثر دفعتهم ظروف في المغرب لما ساعدتهم شيء أنهم يبقوا في المغرب؟ في نظرك شنو السبب اللي خلى هاد الفنانة أنهم يمشيوا؟ بصراحة ما كنظنش بلي كاين سبب واحد، لأنه الفنان هو بالضرورة هو عالمي وإنسان، يعني إلا ما مشاش للإمارات غادي يمشي للأمريكان، يمشي لأوروبا، ولا يمشي لآسيا، ولا هذه معروفة. يعني من ديما الفنان كيطمح دائما للتجديد، وكيطمح دائما أنه يشوف تجارب جديدة ويحتك بناس جداد ويشوف طرق اشتغال مختلفة. كنظن أن هذه الحركة اللي قلتي هي رغبة ديال الدولة، مثلا الإمارات بغات تستفد من كفاءات المغربية، بحكم أن المغرب صراحة عنده واحد الصيت، يعني وعنده واحد الخبرة في هاد المجالات. دابا كاين تكوين في المغرب الحمد لله، ناس متكونين مزيان، وكنظن أن الناس اللي كيجيو يقلبوا على ناس دوك اللي عندهم كفاءة ولا خبرة، هذه مسألة اللي صحية حتى هي، لأنه كيف قلت الفنان كيبغي يشوف تجارب جديدة، وكنظن أن راه غادي يقدروا يمشيو ويديروا تجارب اللي يغنيو بها الرصيد ديالهم، وعاوتاني على حساب الظروف ديال كل واحد. ربما انه لان كاين عامل ديال الحظ كذلك اللي هو مختلف، فنان اللي يقدر يكون عنده بلاصتو في المغرب، واحد اخر ما عندوش، ربما انه مزيان الا مشى لبلاصه اخرى ما تحتلش الفرصه يكون راسو ويمشي يدير تجربه اخرى ويرجع. يعني هذه مساله اللي صحيه ومزيانه في جميع المجالات، وكتوقع في جميع المجالات وفي جميع البلدان، مسألة عادية. يعني بحثا عن تجربة وربما حتى الظروف كيبقى كله تطور ولا نعم. كسؤال أخير محسن، إذا أعطيناك اليوم أو طلبنا منك تغير أو تطور شي حاجة في المشهد السينمائي المغربي، شنو ممكن لك تبدل فيه؟ بصراحه كاين بزاف ديال الاشياء اللي ممكن يتغيروا واللي كنظن دابا كيتغيروا، ملي نقدر نركز عليهم. يعني كاين مساله ديال الوقت، هو خاص يتعطى وقت اكثر
ونعطيه فرصة للوقت أنه يأخذ وقته وأننا نشتغله في ظروف كتأخذ وقت أكثر. وكذلك إذا كانت شي حاجة غادي تتطور هو نعطيه فرصة كذلك للسيناريوهات يعني للمضمون أكثر، ما نبقاوش في شكل مغير وكذلك نمشي ونعطيه وقت المضمون يتغير. كذلك شيء مهم اللي كنشوفه ضروري هو أجواء الاشتغال أو يعني كيفاش كنشتغلوا هذا المجال. هذا خاصه تركيز، خاصه بصح يتعطى قيمة أكثر، خاصة الأجواء الاشتغال ولا كيفاش يعني الظروف اللي كنخدموا فيها. واحد المسألة اللي مهمة نبغي نشير لها واللي كاينة دابا هي في المهرجانات، يعني هاد لي ديبا ديال ديبا دو كومونيكاسيون بين الجمهور وبين الفنان، خاص تعطاهم فرصة أكثر، خاص الناس يهضروا غير باش يهضروا نظري، لأنه إلا ما كوناش هاد الثقافة ديال نبقاو نهضروا على الأشياء ونخرجوا كاع داكشي اللي عندنا لداخل اللي ساكتين عليه ما نقدروش نطوروا. وفي نظري غير بالهضرة بزاف، واخا ما نهضروش نهضروا في تولي سونس ونهضروا في أي حاجة، غير نكونوا فكرة ديال نهضروا على المجال ديالنا باش يفهموه الناس أكثر، لأنه رغم أن الناس دابا يعني ولات الثقافة ديال السينما وديال التلفازة وديال المسرح ناس متعطشين لهذه المجالات أنهم يشوفوهم يتواصلوا معهم، لأنهم قاسوا ذاك الأهداف ديالهم ولا قاسوا ذاك الأشياء الجميلة اللي فيهم، خاصهم يهضروا أكثر ويزيدوا يخرجوا ويزيدوا يفهموا. والثقافة هي هذه، يعني الثقافة ما عندهاش وقت، عندها صبر طويل وتقدر توصلنا للأهداف اللي بغينا نوصلوا لها. ولا أجمل من هذا الختم. شكرا شكرا محسن على قبولك دعوة البرنامج. شكرا لك، شكر موصول لأوفياء البرنامج. نلتقي في حلقة أخرى مع سوبرانو آخر دائما على الوزين تيفي.